نستطلع الوضع أيضا مع مراسلنا ياسين الرضوان من عدن. ياسين، الصور التي تأتينا الآن من عدن تؤكد انتشار قوات الحزام الأمني التي تقول بأنها تلاحق ميليشيات الإصلاح في عدن. أعطنا الصورة لديك، كيف هي؟ نعم فضيلة، إذا نحن نتجول منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة في معظم شوارع عدن، رأينا هنالك انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الحزام الأمني وقوات المقاومة الجنوبية في العديد من شوارع وطرق العاصمة عدن. هنالك انتشار كبير، سيطرة أيضا على بعض مداخل ومخارج العاصمة عدن. هنالك أيضا انتشار وعمليات اطمئنان. التقينا كذلك بقائد الحزام الأمني وهو يجوب الشوارع والطرق ويؤمن ويطمئن أيضا المواطنين بأنهم في أمان، وأن هنالك حالة فقط انتشار مجاميع إرهابية وبعض الخلايا التي تثير الشغب سوف يتم التعامل معها وإخمادها تماما. وأيضا هنالك دفع جديد بالأحزمة الأمنية لمدينة عدن لتأمين كافة المواقع وعملية محاصرة الأماكن والمناطق التي تجري فيها بعض من المعارك في بعض الأحياء الشعب. نعم، إذن ياسين انتشارا لبعض نعم تفضل ياسين تفضل. وجدنا أيضا انتشارا لبعض المسلحين بسيارات مدنية يقومون بإطلاق نيران عشوائية ليوهموا الناس بأن العاصمة اليمنية قد سقطت بأيدي قوات الحكومة الشرعية أو اليمنية، لكن الآن بدأت قوات الانتقال وقوات الحزام الأمني تستعيد المبادرة وتنتشر بشكل كثيف. دحرت قوات الحكومة اليمنية من مطار عدن، وكنا نحن على مقربة ونقلنا لكم وللمشاهدين بالصوت والصورة هذا الانتشار الأمني الكثيف الذي تنفذه هذه القوات. أيضا يتزامن ذلك مع حالة استهجان شعبي وغضب غير مسبوق بين الأوساط الشعبية مما يجري من تسليم لبعض المناطق العسكرية، وأيضا يتحدثون عن انكشاف الأقنعة، وهذا يعني قد لا يعني قد يذهب إلى الغضب الشعبي والخروج أيضا بمظاهرات من جراء هذه الدعوات داخل العاصمة اليمنية عدن.